يقول: بعد وفاة والدي احتفظت بمبلغ من المال، وقد وجدته داخل حفيظة والدي ولم يعلم به سوى والدتي وإخوتي التي أو أختي التي تصغرني سنا، ولم أخبر أنا ووالدتي عن هذا المبلغ إخواني الأكبر سنا. استعمل جزءا من المبلغ للوالدة، والجزء الآخر دفعته ضمن المهر الذي قدمته لزواج أخي الأصغر، علما أنه استثمر المبلغ لمدة من الزمن في البنك. ما حكم ذلك؟ هذا تصرف لا يجوز، لأن المال الذي تركه والدك للورثة، للورثة جميعا، كل على نصيبه الشرعي، ولا يختص بكم أنت وأختك، أو هذا للورثة عموما، فعليك أن تعطي كل ذي حق حقه من هذا المال، أو أن تطلب منهم المسامحة، إما أن يسامحوك وإما أن تعطي كل ذي حق حقه من هذا المال الذي لم تبينه لهم. نعم.